لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا بن عمارة الى راعي عون الى راعي عون عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي جود مورنينج وصباح الناموس صباح الشوط الرئيسي يسجل مع عون عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي محمد بن خالد الحميدي تستاهل فوز عون بالشوط الرئيسي الانتاج وجعلها ناموس انتاج تستاهل خير وعافيه يا ابو بريك مش سلالة عون ابوهم شاكل بعيرنا وامه من الانتاج نعم ومشاركاتي قبل الشوط الرئيسي اليوم ركضنا في المقيض اشتراكين الاول عصافه بطانه وركضنا في الثالث خامس واليوم ان شاء الله في اليوم ما شاء الله عليه في يومه يوم جاء خامس في الشوط الاول ولا في شوط متاخر نعم في الشوط الاول ما شاء الله عليه وش انتاج البعير مشاكل غير القعود اكبر السناينه لقايه وعون الوحيد اللي يمه مضربه على مشاكل وعندنا حشاوين عليه السنه يبشر بالخير انتاج مشاكل اي نعم ان شاء الله وراكض البعير عندكم ولا مشري فحل احنا مشرينا فحل من السودان 7 اشواط رئيسيه في السودان في رصيده اي نعم الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن ان الله ضمنها سجلوها واعلنوا